لم يكن صيت وألحان عبد المعين محصورة في السودان فقط، بل أثرى ساحل الباسيفيكي ونفح اليانكي مارشا عسكريا بطلب من قائد الأسطول الأمريكي بمصر، ولذلك قصة يرويها عبد المعين بنفسه. هل تعرف أن النشيد لا يخلو الشعب ده؟ الأستاذ إسماعيل أخذوا من ال من الفولكلور بتاعنا القديم، بعدين أخذوه منه، أخذته منه البحرية الأمريكية، يعني فأصبح أصبح نشيد عالمي. أنا زمان قلت لأحمد رحمه الله، عم أحمد مرجان، وريته له وريته الطريق، عم أحمد من الناس اللي كان بيغنوا كده. أبدا النشيد ذاته التوقيع بتاعه هم ظاهر عندهم. أنت أخذته من وين؟ أخذته من الخدير، كان بيجوا ماشيين قدام محلتنا محل الحمد. الخدير ده شو؟ قرطة، من قرطة الخدير، كان بيجي درمان هناك بيوتك، كان هم درمان وبعدين راحوا شلبي. أيوه اسمه الخدير. كان بيقولوا شنو؟ كان يقولوا أطير بيحوم فوق الرمم، أخوان البنات ربطوا له كلام، أطير بيحوم فوق الرمم، أخوان البنات ربطوا له كلام. ما فكر يعني يقولك يعني المرة بتغني بتقول يعني ما بيعجبني الجند البجري. واجعني الزول جرى الطير بيحوم فوق الرمم، ده بيحبوا الموت أصلهم زمان، بيحبوا الموت. الواحد لما نقع ما بيقول ارفعوا، يمشي فوق ويقول امك وفوت. ما في حد بيقول الكلمة دي للجند السوداني. بعدين انت حولتها كيف؟ انا هي يعني كانت بدت يعني انا حولتها سنة 43. دومي فا 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 دومي فا فا ممي بوتي، قمت اشيلته غيرته وعملته بالطريقه دي، اديته للراجل بتاع الكشافه في مصر، كان اسمه تندر باون ولا مين كده انجليزي، بارن باور، اديته له سنه 43. وقال لي يعني اذا بدون فلوس، قلت له اديته بدون فلوس وسبته. بعدين السفاره الامريكانيه بعثت لي في المدرسه، بعدين واحد اسمه محمود ابراهيم كان ماسك صوت امريكا، قال لي يا اخي عاوزينك انت اديت باون باور، اديته نشيد، والنشيد ده عاوزينك تجيب النوت عشان تروح تعزف المريم موسيقى البحريه في تبرق. وفعلا قمت من مصر ورحت بالطياره لحد تبرق، ومن تبرق شالوا بها هليكوبتر نزلوني في باب بارجه، لقيت الاوركسترا موجوده كلها جاهزه، اديتهم النوت. هم بقى بطريقهم وزعوا لي كرنيت، سي بيمول كرنيت، لا بيمول كرنيت، سكسفون التو، سكسفون تينور، سكسفون، وزعوها طبعا كل واحد له كتابته لوحديه. وقال لي نفرجك في البارجه، فرجوني في البارجه واكلوني وشربوني وحاجات زي كده. وجيت مارك، لما جيت مارك قال لي اسمع النتيجه بتاعك، سمعته بقى بطريقه التوزيع على الالات الموسيقيه كلها. ما كان قريب لا كان قريب لي يعني. لا 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 ل